انت بعد كل فتره بتضغط لازم تخلط عشان تخططي انا بدات اتصرف بروح عليه بك كنت انا في الاول كنت يوم شعاع من الشمس يعني كانوا بيعملوا احتفاليه بقى وكل واحد جاب فلوس وقعد قدام البيت بتاعه يا جماعه بتاع الحمام شمس ان ده شعاع يا جماعه في فيتامين د الشمس اللي نزلكم دي لكن يعني كنا بنشوف العجب يعني بيستفيدوا من الشمس باقصى يعني ما تتخيل يعني كان عندي دكتور تحت انا السولار بيلدينج او المباني الشمسيه كان برضو اشارات عن التحديد وكنا بنشتغل في بريطانيا ممكن تقعد 3 أسابيع 4 أسابيع ما تشوفش الشمس يعني الله بس ما فيش شمس ورحت زيارة